مستمرين بريمكو ويك بأوتو فوكس مشاهدينا، عم نتعرف فيها على أبرز طرازات إنفينيتي، خاصة على كل حال يعني لما نحكي ريمكو عم نحكي نيسان، عم نحكي أيضا جنرال موتورز وأيضا دراجات الكاوازاكي والبيجو. وبستنى نرحب مرة جديدة بضيفتنا الدائمة معنا بأوتو فوكس مسز بشارة. هاي أول شيء مرة جديدة أكيد معك كده نتصارد الكيو إكس 80، هالسيارة الأكثر من رائعة واللي أنا شبهتها للحوط، يعني عادة الشارك لوك أخذناه من إنفينيتي زينا من كيو إكس 70، صحيح من كيو إكس 70، بس اليوم شارك لوك تحول للحوط إذا فينا نسميه مع هال سيارة من أضخم الأس يو فيز بالماركت اليوم. عم نشوف الكيو اكس 80 بانجن 5.6 8 سيلاند 400 حصان، ومن جوا مليانه لكجري، واهم شيء فيها هو السيفتي فيتشرز اللي فينا نحكي عنهم بعدين. على كل حال اذا عم نستعرض ضخامه السياره، ما بعرف زينا كيف ساعد باستوديو اوتو فوكس، بصعوبه كبيره بعرف، لانه فعلا سياره كثير ضخمه، سياره عائليه بنفس الوقت، في كل شخص بحب هيك نوع من السيارات يكون معه اياها، هيد روم عالي، ليج روم كمان. لاحظوا كمان الديزاين، يعني عادة بالسيارات الضخمة مثل هيدي مشاهدينا قليل ما بيتركز على الشكل الحلو. اليوم زينا بانفينيتي بكيو اكس 80 رغم ضخامة السيارة مركزين كثير على شيب، على مظبوط. ونحن بال 2015 عم نشوف فيس ليفتد فيرجن من الكيو اكس 80، الفرونت كله جديد، كنت عم بقول لك قبل عن الجريل الجديد اللي عم بيعتمدوه بالمودل لاين اب اللي عم بيطلعوا جديد، كمان هيدلايتس جديد من الخلف، في عنا شوية تغيرات. وكنا عم نذكر في سيفتي فيتشرز، كمان في سيفتي فيتشرز متطوره اكثر بال 2015 موديل. جانت كثير كبير، دولاب ضخم جدا، صح، هيدا جانت 22 انش بديزاين كثير رائع، وعم نشوف سايد ستيبس. سايد ستيبس اكيد خاصه للسيدات يطلعوا بطريقه سهله اكثر، على متن اذا فينا نقول الكيو اكس 80، لانه خاصه اللي قاعد ورا بحس حاله قاعد بالطياره. رح نشوف ليه بعد شوي. الناحيه الاماميه بريميوم لكجري، عم نشوف الليذر كثير حلو مع الخشب، هالكومبينيشن اللي اعطيتها كونسول كثير كمان اتراكتيف، في عنا كل الباتنز اللي بخلونا نتحكم بالسيتنجز وكل شيء انترتينمنت بالسياره. نعم. كمان عنا دبل صندروف موجود او صندروف واحد كبير واصل كمان بشكل مهم من الناحيه الاماميه، وعاطي ضوء اكثر للسياره. الناحيه الاماميه كمان مثل ما كنا ذكرنا هالشكل كثير اجريسيف مع الجريل الكبير، وايضا مصابيح حلوه وفوغ لايتس عم بيعطوا مع فتحات الهواء الكروم شكل ولا احلى. مزبوط. وتنحكي اكثر على السيفتي فيتشرز اللي بالكيو اكس 80، هيدي السياره تقريبا ما بتخليك تعمل ولا اكسيدنت، هي بتمنع الدرايفر من انه يصدم بالسياره قدامه، نفس الشيء اذا عم يرجع ومنه منتبه انه في اوبجكت او سياره او شخص وراه، كمان بتمنعه انه بتعمل بريكنج لحاله وبتمنعه انه يضرب بشيء وراه. نفس الوقت اذا ماشيين بقلب لين وعم نشرد على اليمين او على الشمال كمان السياره بتمنعنا. والجديد بال 2015 شيء اسمه predictive warning، اللي هو اذا في سيارتين لقدامنا عملت بريكنج سريع او قوي، السياره لحالها بتعطينا warning وبتوقف. يعني انظمه كثير مهمه داخل السياره، ورغم انه وزنها ثقيل زينه بس فيها بريكنج سيستم ممتاز جدا، صحيح. وكمان اذا بدنا نحكي بالباور بالسياره، في سياره 8 سيلندر كم حصان؟ 400 حصان السياره، رغم هالشيء ورغم انه وزنها ثقيل فيها ريبريز ممتاز جدا من 0 ل 100 بثواني قليله بنوصل، وبريكنج سيستم كمان قد ما تكون على سرعه عاليه عم توقف السياره بشكل ممتاز رغم وزنها الثقيل، صح. وبنحب نذكر انه هلا في سبيشال اوفرز على كل سيارات انفينيتي من هلا لاخر الشهر، عم نعطي 1.1 انترست ريت بس على الفاينانسينج، يعتبر شيء كثير مهم لانه على سعر السياره خاصه كيو اكس 80 عم نوفر كثير بالفايده. بنكون اذا بدعي المشاهدين انه يجوا ويستفيدوا من كل اوفرز على كل سيارات انفينيتي هالشهر. على كيو اكس 80 نحن بنقدم كمان كفاله اكيد 4 سنين او او لحد ال 100,000 كيلومتر. شكرا زينة على كل المعلومات عن هالتحفة الفنية بنسميها كيو اكس 80. مشاهدينا اذا بدكم ترجعوا تحضروا الحلقة mtv.com.lb، وكمان راسلونا على بيج اوتو فوكس على فيسبوك اذا حابين تسألوا وتستفسروا عن سيارة جديدة او مستعملة. الى اللقاء.